نحن لم يصدر عنا ان نحن قمنا باستهداف هذا المركز اللوائي. ايضا هذا الموقع هو اللي يتحدث عنه هو موقع لميليشيا معروفه باسم ميليشيا الضمان، يعني قوه عسكريه اللي يتحدثوا انها صار فيها انفجار. هي قوه عسكريه من قوات العصابات اللي متمركزه فيها قوه اسمها قوه ميليشيا الضمان. طبعا المتحدث باسم المفوضية السامية للمتحدة يوم 8 مايو الماضي في تغريدة لها على تويتر تحدث على عسكرة مواقع ايواء المهاجرين اللي هم غير شرعيين واستغلالهم طبعا كدروع بشرية، يضعوا فيهم في اماكن فيها ذخائر وما الى ذلك من هذا القبيل بحيث حتى اي تفجير يطالهم ضرر. لا يهمها أن تكون ضد حقوق الإنسان فهي غير منضبطة ولا تتمثل بقواعد الإنسانية هذه المجموعات. هذا يحز في أنفسنا ويؤلمنا جدا أن يستخدم هؤلاء في هذا الغرض، لأنهم في النهاية هم بشر يجب أن ينالوا حقوقهم وفق القواعد القانونية والإنسانية المعروفة في العالم. هم جابوهم تصور حتى تزويق جديد، مزوجين تزويق جديد. النقطة الأخرى أن نحن على طول مدى محاربتنا للإرهاب منذ العام 2014 لم تسجل علينا أي إصابة للمدنيين أو أي أخطاء من هذا النوع. كل الأهداف اللي أصبناها دائما أهداف عسكرية للعصابات الإرهابية. هناك نقطة أخرى وهي أن التعليمات اللي صدرت من القائد العام لقواتنا بعدم استهداف أي منشأة من المؤسسات الحكومية الخاصة والعامة، يعني أي مؤسسات تخص المواطنين أو تخص الدولة لا يمكن استهدافها، بفعل أن نحن حريصين عليها باعتبارنا أن نحن جيش مسؤول وقوة مسؤولة منضبطة يهمها مصلحة البلد.